اهلا بيكم في اولى حلقات برنامجنا الناس معادي. انا دكتوره جيهان رمضان. تابعوا معايا لحد اخر الحلقه، هيكون في سؤال لو عرفتوا اجابته ممكن تكونوا من سعداء الحظ الفايزين ب 500 جنيه معانا في كل حلقه. مقدمه من شركه تراينجل اوف لايف والكيميائي رامز سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان، فباي الاء ربكما تكذبان؟ التمر بنعتبره عندنا فاكهة مقدسة، ذكر كنخل أو نخيل أكتر من مرة في القرآن. هو فاكهة بتسمى بلغة العصر الحالي سوبر فود، غني بكل المعادن والفيتامينات، في كالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم ونحاس. بس مش كل الناس تقدر تاكله. انتوا عارفين ان ربنا أوحى للسيدة مريم انها تاكله ساعة الولادة، ده معناه ان اثناء الحمل ما ينفعش اكل تمر. طيب مين تاني ما يقدرش ياكل التمر؟ الناس اللي عندها مرض السكر، لان التمر بيحتوي على نسبه عاليه جدا من السكريات. طيب لو انا دلوقتي ما اقدرش اكل تمر وفي نفس الوقت بتعب من الكيزين بتاع اللبن، احصل على مصدر للكالسيوم منين؟ وهنا هيجي سؤال حلقتنا. عشبه صغيره لونها اخضر نصح بيها الكيميائي رامز انها تتاخد مع التمر، مليانة بالكالسيوم، يا ترى هي ايه؟ ادخلوا على صفحة رامز دي بايوكيمست على الفيسبوك، اعملوا لايك وفولو، هتلاقوا الاجابة اللي انتوا عايزينها. كل سنة وانتم طيبين.